بسم الله. موضوع اللاير او الطبقات في لارج كاد هي نفس الفكره اللي موجوده في برنامج الفوتوشوب وبرنامج الاوتوكاد، ان انا برسم حاجات على الليارات شفافه، يعني جبت ورق شفاف ورسمت على واحد فيهم مثلا الحوايط، ورقه تانية رسمت فيها الابواب، ورقه تانية رسمت فيها الشبابيك، وببدا اخفي واظهر زي ما انا عايز. يعني مثلا دلوقتي انا لما اقول له انا عايز ارسم وول، هو اوتوماتيك بيحط الوول على حاجه اسمها ارشكاد لير. تمام، انا رسمت مثلا الوول ده على ارشكاد لير، تمام، وهبدا ارسم حوالي تاني، اقول له حطه لي على لير تانية وليكن مثلا استراكشر تشير اوت. لو انا عايز اطفي حاجه او اظهر حاجه تانية، اقول له في الوول ادخل هنا في اللير سيتنج ديالوج، وهقول له انا عايز هنا، اقول له اللير ديت انا عايزها تبقى مخفيه، اقول له اوكي. الاقي الحائط اللي محطوطه على الاستراكشر شير ما بقاش ظاهر. طب انا لو جيت ارسم دلوقتي في الاستراكشر شير هيقول لي ايه؟ هيقول لي خلي بالك اللير ديت هيدن، يا اما تقول له شو لير تظهرها، يا اما تلغي الامر، يا اما تختار لير تانية، شوز لير وتبدا تختار لير تانية غير اللير اللي انت واقف عليها. فممكن تختار مثلا اي لير تانية، وليكن مثلا ارشكات لير، وليكن الفينش وول، فينش فلور، اي لير تانية غير اللير المخفية ديت. تمام، طيب انا عايز ابدا اتحكم فيها، ادخل هنا في اللير سيتنج، بلاقي دي الليرات اللي عندي، ممكن اقول له انا عايز نيو، عايز لير جديدة واسميها مثلا اني نيم. انت المفروض بقى بتختار اسم، يعني مثلا هتعمل لير خاصة بالحوايط الحاملة، لير خاصة بالحوايط اللي حوالين الحمامات على اساس مثلا يبقى فيها عزل، لير خاصة حوالين السلالم على اساس تبقى مقاومة حريق. بتبدأ تشوف ايه الليرات اللي انت عايزها، هنا بتقفلها، هنا بتقول له انا عايز تشوفها ولا ما تشوفهاش، تشوفها ولا ما تشوفهاش. دي حاجة في الطبوغرافيا يقول لك انت هتشوف الحاجة دي من ورا الجبل ولا مش هتشوفها، ما علينا. هنا بتقول له انا عايزها واير فريم او مش واير فريم، يعني خلينا نشوفها واير فريم. هرسم طبعا هبان اكتر في 3D لو قلت له وول، وبدأت اختار اللير اللي احنا مسمينها متسمى ديت اني نيم اهي. تمام، تحس ان هما الاتنين زي بعض بس هما مش زي بعض لو انت شفتهم في 3D. تمام، تلاقي ده واير فريم وده لير ظاهرة بشكلها الطبيعي. طيب انا دلوقتي عايز برضو اتحكم في الليرات، فبيديني حاجة هنا اسمها لير كومبانديشن، دي ببدأ اقول له نيو وبرضو اي اسم، دي ببدأ احط فيها الليرات وخصائص كتيرة. يعني ممكن اقول له لما في الريندر اوتوماتيك اخفي لي دوت وزر لي دوت في اللير، في حاجات انا مش عايز اشوفها وحاجات عايز اشوفها، في البلان ديتيل في حاجات انا عايز اشوفها وحاجات مش عايز اشوفها، في الدرافتنج برضو اخفي لي حاجات وزر حاجات. تمام، وتبدا تقول له ديليت او مش ديليت زي ما انت عايز. طيب لو انا دلوقتي مثلا هنا وعايز ابدا اختار مثلا حاجه بتاعه الريندر، باجي ادوس هنا رايت كليك واقول له كويك اوبشن، تمام، كويك اوبشن، بقول له انا عايز هنا اختار الريندر، فيجيب لي حاجات خاصه بالريندر. لا ده انا عايز هنا الحاجات الخاصه بالبلان ميكانيكال، عايز هنا الحاجات الخاصة بالسايت، يبدأ يظهر لي الحاجات الخاصة بالسايت، عايز الحاجات الخاصة باللي اوت. تمام، فدي توك اوبشن، دي بيبدأ يحدد لي ايه الخصائص اللي هتظهر هنا، ايه اللي يظهر وايه اللي ما يظهرش، هل انت عايز 1 لـ100 ولا 1 لـ500. تمام، فاحنا عرفنا ازاي نختار اللير اللي احنا هنرسم عليها.